عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. يوم إن شاء الله كما وعدتكم في فيديوهات سابقة، مرة نشارك معكم وجبة ديال الغداء أو عشاء اللي تكون سهلة وفي المتناول وكتحضر بسرعة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم تورتيات البطاطس محشوة بطريقة مغايرة في المقلاة، فقط كتجي لذيذة مع خبز بالزرارع، او ممكن طبعا تحضروه بلاش، بطريقه حتى هو سهله وكيوجد بسرعه وما كياخذ لنا لا وقت لا مجهود التحضير ديالو. فبقاو معايا نشوفوا تفاصيل تحضير هذه الوصفتين في هذا الفيديو من الاول للاخير. ناخذ البطاطا اللي كنقطعوها بعد ما كنقيوها طبعا لقطع صغيره، مربعات صغيره ماشي كبيره، رقيقه كما كتلاحظوا، وكنضعوها في الماء وكنزيدوا ليها ملح وكمية قليلة من الخل، ونخليوها الوقت الكافي على الأقل نصف ساعة وهي فيهم. بالنسبة لكمية البطاطا كتبقى على حسب الرغبة، أنا تقريبا واحد ربعة البطاطات كبار، لأن التورتية من الوصفات المحبوبة عندي في الدار، يعني كياكلوها بكمية كثيرة فكنكتر منها. وغنمشيو نوجدو الخبز في هاد الأثناء. غنحتاجو الدقيق الكامل، اللي معندهاش الدقيق الكامل ممكن تعوضو بالفينو، غادي نديرو منو جوج كيسان بعد ما طبعا غادي نغربلوهم. الدقيق الكامل هو الدقيق من خالتو، حيت نفس السؤال كيتعاود ديما، بعض الأخوات ما كيفهموش القصد منه، فهو اللي بالنخالة ديالو كي كيطحنو يعني على يدي، كيغسلو ويطحنو على يدي وكيتجرى جاهز. كنغربلوه وكنضيفو معاه معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة كبيرة مع مراش من خميرة الخبز. بالنسبة لهذه الكمية فغتعطي 8 ديال الخبيزات الصغار، ممكن تضعفو إلا بغيتو. ثم غادي نضيفو جوج معالق من الحليب بودرة، اختياري هو لكان كيرطب وكيعطي مذاق احسن للخبز اللي كيكون سبيسا، ماشي زعما اللي كنديروه يوميا، فهذا ملي كترش قليب كيعجبني كتكون موجوده شي حاجه خفيفه كنديرو معاه. جوج كيسان ديال الماء وطبعا يكون دافي، وغنخلطو الكل ونخليوه يتختامر ويضاعف الحجم ديالو تقريبا واحد 15 دقيقه، وكيبان لينا انه تغير وتفاعل. هذا الخبز يعني تقريبا بحاله بحال الخبز العادي اللي كنت حضرت معكم من قبل، واللي قلت لكم كيجي غزال بزاف مده قصيره، ويعني وحتى ما كيحتاج للدلك او مجهود. دابا غنديروه بهذا الفاصون ديال خبز صغير اللي بزارع، اللي كيجي في التقديم ديالو ممكن نديرو في الضيافه في المناسبات، او حتى مره نوعو به ونهرسو به. الخبز العادي جوج معالق ديال الزيت باش كيطول الخبز، وغنضيف جوج كيسان من الدقيق الابيض طبعا الى احتاجنا، ونزيدو العجينه تكون طبعا خفيفه ما نقصحوهاش، كل ما كانت خفيفه شويه فكتجينا مزيانه وخفيف، حتى الخبز ديالنا كيجي رطب رطب اعتذر. نزيد واحد الكميه قليله فقط تقريبا واحد ربع كاس، وكيبقى طبعا على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم، يعني انا مسرعه من العجانه دغيا دغيا غير كتنسجم، وممكن طبعا نعجنوها غير بيدنا كما العاده. وغناخذوا الزرارع، بالنسبه لهاد الخلطه ديال خاصه بالخبز اللي كيكون فيها، يعني كل تجمعوها راسكم، زريعه الكتان، زر يعني زرع كلهم الانواع ديالهم كاملين ممكن ديرهم، الزريعه البيضاء، الزريعه الكحله يعني منقيين طبعا، كيكون فيهم حتى البافو بزاف يعني ديال الخليط، الشوفان حتى هو، وممكن تقرصوهم عادي غير بالحمامر، ودرتو بالفينو تقرصوهم بالفينو. كناخدو الماء وكنوضعو فيه الخبز، وكان مباشرة فوق الزرارع، وحيت ما غاديش نديرو فوق ورق الطبخ وباش ما يتلصقلياش في الصفيحة ديال الفرن، فغادي ندوزو في الحمامر من التحت، يعني الحمامر كديرو غير فوق باش يعطي يعني الزرارع غير من الفوق باش يعطيونا منظر زوين، اما من التحت فما يحتاجش باش ما يهزليناش بزاف. دائما كندهن بيدي بشويه الماء لان العجينه كتلصق كما لاحظتوا، راها باينه ملصقه فوق سطح العمل، ومباشره نخدموا بها في هذه المرحله بلا ما نخليوها تخمر، يعني باش تزوين هذه العجينه كتجي رطبه وزوينه وخامره بلا ما نخليوها وقت طويل. فغنستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي، عطاوني كما لاحظتوا 8، وكما لاحظتوا كذلك ما لصقاتش العجينه لانني دايره على الحمامر من التحت، وكنبدا كنضغط باش ما يجونيش مبوقين بزاف لان غادي يتنفخوا، فنضغطوا عليهم شويه ونخليهم يرتاحوا
تقريبا واحد ربع ساعة يبان لنا تخمروا دغيا، خصوصا إذا كان الجو ساخن. يعني هذه إذا كنتي تعطلتي ما وجدتيش خبزك بكري، أو لما فيك ما تسناي أو هذا، فهاد الطريقة غادي تهنيك 100%. أنا خدت توم، يعني واحد 3 الفصوص ديال التوم أو 4 على حسب الكمية. البطاطس اللي درتو كنقطعوهم هكا رقيق وكنزيدوهم مع البطاطا اللي كنكونو صفيناها من الماء مزيان نشفات ودرناها في صفيحة ديال الفرن، إما مدهونة بالزيت أو مفرشة بورق الطبخ، وكنزيدو زيت الزيتون أو زيت المائدة على حسب الرغبة، وكنخلطو هذا الحال. إلا بغيتو مثلا تدخلو هاد البطاطا للفران طيب، بغيتو تقليوها في الزيت كتقليوها بديك التومة، هذيك التومة غتعطيها مذاق متميز يعني اللي بغيتو. انا حيت شعلة الفران شعلة غنطيب الخبز، ففضلت انني ندخلها للفران باش حتى ناقصه ما شربش الزيت بزاف وكتجي صحيه اكثر. كناخذو كميه من الزيت كنوضعوها في مقله، وكناخذو بصله وحده او وحده ونص او جوج صغار على حسب كيف تكولت الكميه ديال البطاطس اللي درتو. كنشحروها مزيان مع شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح. من تتشحر كنضيفوا لها زيتون وعلبة ديال الطون. هاد الحشوة كتبقى اختيارية، هي كتجي زوينة بزاف مع الشارلوتري، خصوصا لا داند فيومي، ممكن كاشير، ممكن غير الفرماج في الوسط، ممكن ديرو الدجاج مشحر مع البصلة والعطرية، الكفتة او لا داند اللي بغيتو. انا اخترت لكم اسهل وحدة، ولكن الا ما كانش كيعجبكم لوغو او المذاق ديال الطون في الحشوة بحال هكايا، فممكن كيف قلت تعوضوه باللي بغيتو. من الاساس اننا نعمرو هاد التورتيه من الداخل، كتعطي مذاق زوين وحتى الشكل ديالها كيجي رائع. صافي غادي ناخدوها بعد ما طابت، هاد الاثناء كيكون تحت الخبز حتى هو كيطيب عادي كما كنطيبو دائما. كنمعسها مزيان اللي عندكم ديك المعاسه معسو بها، ما كنخليوش بحال التورتيه العاديه. كنضيف شويه الكورنيشو اختياري مع عدنوس، شويه الفلفل الاسود وشويه ديال الملح، وكذلك هذه كتبقى اختياريه قشطه ديال الطبخ او جوج معالق ديال الحليب او نستغناو عليهم بصفه نهائيه. وكنخلطوا الكل بعد ما كنضيفوا البيض، يعني البيض باش غنجمعوا هذا الخليط. انا هنايا غندير 4 ديال البيضات، ثاني درتو 3 ديال البطاطات كبار، ف3 البيضات كيكونوا كافيين، وكيبقى طبعا على حسب كيف قلت الخليط ديالكم وشحال ديال البطاطا درتوها. كناخدو مقله ومن الاحسن تكون ما كتلصقش، ندهنوها بالزيت او بالزبده وكنوضعوا فيها نصف الخليط. وطبعا على حسب المقله ديالكم، ممكن هذا الخليط يعطيكم جوج وحدات الا كانت عندكم المقله صغيره، كتكون بهذا الشكل يعني كيكون مرخوف بالبيض. كنديروا كميه وكنوضعوا الحشو في الوسط، ومن الاحسن نزيدوا كميه لا باس بها من الجبن، اي جبن كتفضلوه ومتوفر عندكم، موتزاريلا احمر او تخلطوهم بجوج، بارميزان، اي فرماج عندكم ممكن انكم ديروه في الوسط. وكنوضع الحشوه ديالي اللي كيف قلت كتبقى على حسب، ممكن غير كاشير هكا يتقطعوه وتزيدوه في الوسط، مرتديلا اللي كان لكم الاختيار. كتبقى الفكره هي هذه، يعني تغيير على حسب متوفر عندك. من الاحسن نزيدو كميه اخرى من الجبن لانه هو اللي غيبننها ويعطي هذيك التعليكه لداخل. وما تبقى غادي نوضعوها، انا غادي نديرها كبيره في مقله كبيره وعامره مزيان، نغطي ونوضعها على نار مهيله طيب، ومره نحرك الجهه باش طيب لي قاده وتحمر كما لاحظتوا، ما تجهدوش باش طيب على خاطرها وطيب من الداخل. وبالنسبه للاخوات المبتدئات اللي كيلقاو مشكل فاش يقلبوا اي حاجه بحال حرشه ولا تورتيلا بحال هكا كتهرس ليهم، فمن الاحسن ديما تكون عندكم مقله اما قدها او كبر منها، حتى هي دهنوها وقلبوا فيها، ما تحتاجوش تبقاو تقلبوا وتغطوا، كتكون مضمون انها ما غتهرس ليكم. هانتوما كما غتلاحظوا بطريقه سهله، ها هي حطيتها وغنوضعها فوق العافيه مره اخرى. انا دائما الهيله كنضغطوا عليها باش تقاد، ومن الاحسن في هذه المرحله ولا كانت عندكم بغليضه بحال ديالي غطيوها بشي حاجه باش ترجع ليها الصهد وطيب حتى من الداخل. اكيد كطيب الا عطيتوها الوقت الكافي ديالها نار مهيله كما قلت، واخا هكاك راه ما كتاخذش الوقت نهائيا، في ساع كتوجد. ونرجعوا نشوفوا الشكل ديالهم بجوج النهائي بعد ما طابوا وتحمروا من الجهتين، يا الخبز يا التورتيه. وهذا الخبز ديالنا كيجي محمر
خفيف رطب سهل كما لاحظتوا، وشكله ولا اروع عن قرب. وكيف قلت ممكن تحضروه بالخبز بالدقيق اللي عندكم، ومن الاحسن من يطيب نغطيوه مزيان بميديل وبشي بلاستيكه باش يرجع ليه الصاد وما يبسش لينا ويبقى لينا مزيان. وهذه التورتيه بعد ما تهي طابت وقلبتها في طبق التقديم بكل سهوله، رشيتها بشويه ديال المعدنوس. التقديم كيبقى اختياري، قدمتها مع سلطه مغربيه بالخيار مطيشه وفلفله والبصله مع الحامض، شويه ديال الفلفل الاسود والملح وزويتنات والخبيز ديالنا. وحنا مغدين مازال في الجو ساخن، مازال كنحتاجو وصفات خفيفه وسهله في نفس الوقت. كنتمنى هذه الوصفات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا لكم بزاف على الدعم الدائم، وإلى اللقاء في فيديو في وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.